بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو اللقاء يتجدد بكم مع الدكتور عبد القادر المصري في حلقة جديدة. دائما وأبدا عودناكم نتشاور، نتحاور، نتبادل الآراء، نبدي النصيحة. دائما وأبدا نحن نبدي النصيحة، وأنتم يعني تتبعوا هذه النصيحة، نصيحة صحية، نصيحة علمية. نأتي بكل جديد، نحاول بقدر المستطاع دائما في كل مجالات الطب، لا سيما مجال السكر اللي هو تخصصنا، والتغذية والأمور هدية اللي هي مهمة جدا في تثقيف المريض. اليوم موضوعنا مختلف شوية. اليوم موضوعنا بنتكلموا في الصحة شوية، بنتكلموا في معاناة. تكلمنا احنا على فترات، على معاناة طبيب في ليبيا، وعلى الطبيب الليبي في ليبيا كيف يعني يشتغل، وكيف البيئة اللي يشتغل فيها. ودائما وابدا واحنا نتكلموا في كل جميع المواضيع. موضوعنا اليوم بنتكلموا شوية في الصحة في ليبيا، نتكلموا على الطبيب الليبي، ونتكلموا على الوضع اللي عايشه، ونتكلم على الصحة وعلى مشاكل الصحة في ليبيا. معنا الدكتور رضا المزاقري، زميلي وصديقنا عزيزنا، استشاري جراحة المخ والأعصاب. نرحب بك دكتور في مع الدكتور عبد القادر المصري، وأنا متأكد أن في جعبتك الكثير والكثير. مرحبتين بك. بارك الله فيك دكتور المصري، شكرا لك وشكرا لقناة الأحرار في استضافتي إن شاء الله. دكتور، قبل أن نبدأ في المحور الأول، عندي تقرير نبي الأخوة المشاهدين يحاولوا يشوفوه ويركزوا في التقرير هدايا، ويشوفوا معاناة العيل هدايا في سياق التقرير التالي، ثم نرجع نبدأ إن شاء الله أسئلة حوارنا إن شاء الله بإذن الله تعالى الليلة. فإلى التقرير. غير طبعا من الولادة عنده مشاكل صحية، عنده مشكلة أول ما اكتشفنا من أول يوم الولادة، عنده مشكلة في الرجلين، هذه مشكلة واضحة. مشينا به طبعا داروا له عمليات كلب فوت، صح، تصحيح للرجلين وتطويل وتر. الحمد لله فيه تحسن هو، لكن عنده شوي معاناة، يبي يلعب مع الصغار واجد، يبي يمشي مع الصغار، يبي يجري مع الصغار. هذه كلها طبعا احنا مش مخلينا عليه راحته، لأن بمجرد ما يجري شوي يجي طايح، ديما الجبهة ديما مضروبة، ديما مضروبة. آخر عملية جينا بنديروها الفترة الأخيرة، قاعد يتعب من راسه، يحس في راسه تقيل عليه هلبة. جبناه هنا لطرابلس لمستشفى الخليل، طبعا آخر عملية المفروض الدكتور عبد الوهاب المهدي يديرها. بعد خبرناه على مشكلة راسة، طلب عليه صورة على رقبته، طلع عنده تشوه كبير في فقرات الرقبة، عنده فقرات ناقصة في رقبته. مشينا حولنا على دكتور مخ وأعصاب، مشينا طبعا لدكتور المخ وأعصاب. يا ريت يعني الدكاترة يكون يعني ما عطناش أمل من الأخير نهائي، يعني قال لنا لو درتوا له عملية حيقعد مشلول، ولو ما درتولاش عملية حتى هو حيقعد مشلول. يعني الحمد لله في طب متقدم وفيها دول متقدمة الحمد لله. طبعا طلعنا من المستشفى ورجعنا للبيت والحمد لله، الحمد لله مشينا لدكاترة تانين، قالوا لنا شوفوا، تواصلنا مع دكاترة، تواصلنا مع دزينا التقارير برا، كلهم يقولوا العملية صعبة، العملية صعبة، لكن تبي دول متقدمة، دول متقدمة ألمانيا أكتر شيء، وألمانيا مش أي مكان، يعني يبي مركز متخصص. تعامل في البيت كله التعامل معاه بحذر، الاستحمام، خشوش الحمام كله يبي مساعدة، الأكل يبي مساعدة، المشي ما يجريش مع الصغار، ما يمشيش مع الصغار إلا بحذر. تواصلنا بعدها عن طريق النت مع الدكتور محي الدين معتيق. الدكتور محي الدين معتيق بارك الله فيه ربطنا بالدكتور رضا، البروفيسور رضا مزاقري في أمريكا. الحق حتى هو طبعا العملية صعبة وخطيرة جدا، لكن قال نحاول وضروري نديروا حل، ضروري نشوفه.
طبعا تواصلنا مع الدكتور رضا في شهر واحد، بعدها تواصل معنا قال بنجي لشهر خمسة لليبيا. بارك الله فيه، جاء وجاب معاه الأدوات والمعدات كلهن، طبعا ما في شيء متوفر هنا عندنا. جاء شهر خمسة ركب له تراكشن حديدة نفس هذه، ودار له جبدان للركبة من شهر خمسة، خمسة وستة وسبعة وثمانية عن طريق الأوزان يجبد له في الركبة، على أساس أن الفقرات يتوسعا ويقل الضغط على النخاع الشوكي. بعد شهرين طبعا الضعف زاد الضعف، طبعا هو حتى في النمو قاعد يضعف نتيجة للضغط على الحبل الشوكي. بعد زاد الضعف حتى رجليه قعدوا معاش يتحركوا، إيديه تقلا حتى أنه معاش قعدوا يتحركوا، اضطر أنه يتدخل جراحي. والحمد لله في شهر تسعة في مستشفى الخليل درنا عملية يوم 25. العملية كانت على الركبة من لاورا، من وراء استئصال الصفيحة الفقرية، الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للتوسيع الحبل الشوكي. المفروض كانت العملية الثانية من قدام، من قدام الركبة، تكون بعد 10 أيام، لكن زاد الضعف، اضطر الدكتور أنه يتدخل ثاني يوم، يدخل العملية ثانية. نعم، إذا شاهدنا مع بعضنا وإياك دكتور رضا تقرير هذا العيل، القصة المؤسفة والحزينة جدا مع العيل لدي. بالضبط حكينا من ناحية طبية، يعني نبي ناحية من ناحية علمية، الآن كل هذا كلام لكن نبي من ناحية علمية. أنا شفت أن الولاد العمود الفقري بتاعها داير كيو، يعني داير كأنه يوهك طالع ونازل، وهذا طبعا في ضغط على العصب وفي يسبب له ديسابيليتي، يعني يسبب له عملية يعني أضرار. فكيف شو قصة العين هذه؟ القصة هو التشوه اللي عنده تشوه خلقي، يعني من 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 الولادة. كم عمره هو؟ هو الآن 7 سنوات ونص تقريبا. أوكي. لكن هو مولود ب كلب فوت، وعنده مشكلة في الحوض كذلك، وعنده مشكلة في المرفق. فالمشكلة يعني التشوه هذا من البدايه وهو في بطن والدته. مجموعه تشوهات خلقيه يعني في العظم، مينلي يعني احنا نقول ماسكوسكليت، يعني في العضلات وفي اللي بيأثر على العظم. أوكي. يعني التشوه والدته حسب ما حكت لي منذ الولاده، طبعا هي غيت اعتقد في العائلة تقريبا رقم 5 و6 حسب ما أتذكر. فلاحظت أن رجليه القدم تاعه مش طبيعي، معوجات. فسألت الأسرة قالوا لا مرهانية، بعدين صار تأخر في المشي كذلك. وبعدين زي ما في التقرير بالنسبة للكلوب فوت وعنده الشورت، يعني قصور في الوتر اللي يمشي نحاول القدم استطاع نساعده بعد لو نترجمه بالانجليزي. صح صحيح، مرات واحد سهل. لا سهل سهل بهي. طيب فصار داروا له تطويل. النقطة ان اول خلينا نرجع للنقطة ان هم كلموني في شهر واحد. صحيح، عن طريق زميلنا محي الدين معتيق، لكن هو كارديك سيرجن، فلما وصلت له المعلومات كلمني وقال لي راه فيها طفل كذا 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 كذا. فاني اتصلت بالاسره ووريتهم الحاجات اللي ممكن نديروها والحاجات اللي الخطوره في العمليه هذه. نعم. رجعت في شهر خمسة وجبت معي حاجات لان عارف ظروف البلد. ما فيش يعني اغلب الاشياء اللي شفتوها مع الطفل مش متوفره للاسف. جبت انت ماكنه من جبت معي من امريكا. في البدايه نرجع وانت زيد ذكرني لو نجزنا من موضوع الى اخر. بحكم التشوه كبير وعمليه الجراحه حتكون خطيره عليه، يعني ما نبيش ندير جراحة ونزيد نضيع الخريطة ويفقد يديه ورجليه. بدنا نصلحه بدنا نفسده. بنزيد نفسده. as a principle حتى لزملاء الأطباء. كأساس يعني. نعم. كأساس يعني do no harm، يعني ما تديرش ضرر، لا ضرر ولا ضرار. تقدر تدير عليه لكن ما تضرش. فقلنا على أساس أن نحاولوا نديروا له تراكشن، نجبدوه ونشوفوا هل يتغير ولا لا.
قابلتهم في شهر 5. إذا الفكرة إنك أنت تبي تخلي العوجاج هذا العوجاج يستقيم شوية إيه؟ نشوفه إحنا مثلاً باش تخفف الضغط على العصب طبعاً. بالضبط أول حاجة هذه إيه؟ لا نشوفه ما لأننا في الحالات هذه في مرات يكون الشد مش قوي ومرات إيه؟ يكون قوي قد ما تجبده ما تقدرش ما يطلعش. فإحنا قلنا خلينا نجربه بالوزن ونشوفه. قبل هذا كيف تعوج الظهر؟ كيف صار بالضبط؟ هذا 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 حاجه في الـ في الـ في الانتروتراين في الرحم في الرحم. بدايتها إيه؟ شنو صار الشيء اللي صار ما نعرفوش لا يعني الميكانيزم اللي صاير توه الباثوفسيولوجي ما نعرفوش يعني علاش صارت الشيء هذا ما نعرفوش يعني في سبب ما نعرفوش شيء يعني حاجه عرفتها يعني هي مش حتى ملكني الكلمه هذه كل ما نعرف اكثر او كل ما نعرفه اكثر نجهله اكثر وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم. صحيح الأمس وصحيح غدوة. نعم. لا غبار عليه. أوكي. يعني بمعنى خلينا نعطيك أن نوضح النقطة هذه. يعني الطبيب نتاع اليوم أنا وأنت ممكن عندنا معلومات أحسن من الطبيب اللي مارس المهنة 500 سنة الماضية. صحيح. لكن إحنا أجهل منه اللي جايين قدام. لأن إحنا كل سؤال جاوبه يفتح لك 10 أسئلة. واللي جايين قدام يعلموا أكثر من إحنا. يعلموا وحيكونوا أجهل من إحنا. لو هم متواضع. إن السؤال يفتح أسئلة. لو الطبيب يكون متواضع. لكن لو مش متواضع يقول لك أنا نعرف الأول والآخر. لاهي. إيه. ما بوش خشوا اللي. بعدين خليه تخشوا فيه. قصة سيدنا موسى والخضر. مستر نيتا ومش خشوا فيه بعدين. ماشي حال. إيه. فالنقطة أساس إن بنخفف ونشوفه قديش نقدروا نكسبه. بجبدان النخاع الشوكي لأن زي ما قلت لك أنت حرف إس وضاغط على النخاع الشوكي ما بين الفقرات والخلف يعني النخاع الشوكي وكأنه يعني الفقرة هذا النخاع الشوكي وهذا القناة اللي ينزل فيها هو متسكر عليه وأشماله يزيد يضغط عليه وكل ما يزيد يضغط كل ما يزيد أكثر هو يعني كلينيكلي أو نقوله كلينيكلي سريريا احنا النخاع الشوكي الضرر اللي فيه باين يعني بدا يعطي في علاماته فحنبدو التراكشن لكن العمليه هذه حتاخذ اسابيع وهم جايين من ودان ولو طبعا انا لما ما نشتغلش في العام لعده اسباب ممكن نضطروا لها في الجاي طيب فلو بندخلوه للعيادات الخاصه حتكون مكلفه على الاسره يعني طفل بيقعد في عياده خاصه 4-5 أسابيع شهرين يعني عمليه قديش تستغرق ما تعرفش قديش استغرقت منك العمليه استغرقت هذه درنا لها تراكشن شهر 5 و6 و7 و8 بدا يضعف وقفنا التراكشن تو نحكي لك الشد ايه الشد فقلنا التراكشن يعني الشد التراكشن اللي هو الشد يعني نجبد له قلنا خلينا نشوفه مستشفى عام مشيت لمستشفى زنزور كانوا مرحبين لكن للاسف مستشفى زنزور ما عندهم شيوى فكلمت زملائي في الطبي وبارك الله فيه واحد يذكر لا يشكر الذي لا يشكر الناس لا يشكر الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله لا يشكر الله كلم دكتور محمود المغربي طبيب أطفال وساعدني وأعطاني السرير في قسم الأطفال تقريبا في الدور 5 وبدينا طبعا السرير ما هوش مهيئ إن كيف نجبده الرأس فبدينا بقماش واحدة هني وهني نستعملوها في الكبار ترقيع وبحكم السرير ما فيش كيف رفعنا حديدات لحداد ودارهم لنا باش نجبده الرأس بعدين جبنا كانت تتفنن انت بالزبط ما فيش لان ما عندي الحداد ما عنديش خيار ايه ما عنديش ايه خيار طيب ومشينا الحداد الثاني درنا له نفس العمليه على الويل تشير ايه على الكرسي المتحرك ايه بحكم ان نبو ندير يعني اصبحت تشالنج ليك انت بالضبط ايه نبو ندير اصبحت يعني هي موجوده في السوق يعني السوق الخارجي موجوده اصبح مساله حياه وموت لازم نديرها لازم نخشش راسي فيها نكملها بالاخير ايه بالضبط قاعد تدوب في الصعاب بالضبط بالله نبي نرجع للنقطه معاناه الناحيه الماديه مهمه جدا تونجوها حاضر فلان نبي الجبد خلال 24 ساعة لما هو راقد ولو هو مقعمز وما تقدر تخيل عيل 7 سنين بيقعد راقد 24 ساعة صحيح فدرنا له الجبدان حتى على الكرسي المتحرك
والله بارك الله فيه حداد سوداني إيه؟ وفي في 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 السراج إيه؟ وفي سبحان الله في تسخير والله يعني تسخير. قال ما دام هو مريض ما انا كنت سخرت وقلت خلاص والله يعني الامانه يعني إيه؟ جمال السوداني إيه؟ قال ما دام هو مريض انا شغلي ببلاش ولا ولا الله. ولا اخذ منه حاجه مازال في بارك الله في لا مازال في الخير مازال في امتي مازال ايه فدرنا له هذا وقعدنا نبدو ميزان بشوي بشوي بنص كيلو للكيلو ونديروا الصوره كيف دير الاتراكشن هو راقد وتجبد فيه احنا بدايه بالقماش إيه؟ يعني وكان قطعه قماش من هنا قطعه هنا وخيط يجبد فوق في يجبد في في اتقال الخيط في الخيط وبعدين كان هو راقد متسطح إيه شرينا البولي احنا شنو هو الجراره إيه جراره إيه جراره وصلنا كريوه الله يسلمك الكريوه جراره الكريوه الياسين سمعتهاش لازم نتعلم كل كريوه الترابلسيه القديمه وهذا حتى هو وحتى ثاني كلمت دكتور في قسم الميكانيكا عز الدين القبلاوي إيه؟ الله يبارك فيه بارك الله فيه على اساس انه بيساعدنا جاب لنا الكريوات هذه كلهم لان كلهم داروا عمل خير كبير لا الحمد لله نعم. يعني اي واحد إيه؟ في ناس ما داروش طيب. الخير لكن مش حنذكر اسمها مش لازم اوكي اوكي لكن طيب. اذا الخير واحد يشكرهم anyway. المهم ف نديروا بالميزان بشويه بشويه وكل اسبوع اسبوعين نديروا الصوره للاسف ما تحركتش يعني حاجه بسيطه جدا تحركت بعدين للأسف استمرينا في هذا يعني أحيانا ممكن نقول إن بدأت تتحرك شوية لغاية في نص ثمانية للأسف كنت أني خارج ليبيا كنت في أمريكا وناوي بنجي في سبتمبر يضعف فكلمت زميلي طارق جلول شافه طارق إيه ووقفنا حيي طارق الله يبارك فيه الناس من الناس الكويسة حتى هو طارق نيرو سيرجن حتى هو في الخليل في الخليل إيه نعم في العام كذا إيه طيب فوقفنا لكن لما رجعت من أمريكا حسيت بدأ يضعف يضعف في الحالة هذه ما عاش عندنا خيار إلا بندخله جراحيا أيوة بالضبط ودخلنا جراحيا قلنا على أساس طبعا درت مشاورات كثيرة يعني بحكم إن ما نبيش يعني للأمانة وأنا هذه قلتها لأم غيت وبشير والد غيت قلت لهم رأوا الحالة هذه وعرة والله يعني الأمانة وأني يعني ما أعتقدش مبالغ في الكلمة هذه أني ندير في الجراحة وكأني ماشي على حقل الألغام لأن صحيح. أي حاجة تصير ما تعرفش شنو يفتح قدامي ما يفتحش قدامي إيه؟ وشن لأن النخاع الشوكي يعني عليه ضغط يعني مليمتر بالمليمتر إيه؟ وهذا وصارت المشكلة أحكي لك في العمليه الاولى انا تبي واحد حاضر دهنيا وحاضر من جميع النواحي انك انت نعم ففي العمليه الاولى الحاجات اللي جبتها من امريكا يعني زي القفص القفص هذا قفصي والرينج كذلك القفص والرينج بالمسامير تربطهم براسها موجودات مربوطات في الجمجمه باش إيه؟ تجبد فقلنا نبدو من الخلف وبعدين اسبوع 10 ايام اسبوعين نمشوا نخشوا من الامان خلوه ونعطوه وقت ان قد ايش استغرقت عمليه الخلف وقد ايش استغرقت نعم. فنديروا إيه؟ الاولى ونشوف إيه؟ ونعطوه فتره إيه؟ يتريح من العمليه وبعدين نمشوا الثانيه العمليه الاولى درناها في مستشفى الخليل إيه؟ خدت 6 ساعات من الخلف إيه؟ للاسف في العشيه هذيك زاد الضعف اكثر يعني ايده اليمين ما عاش فيها شيء ضعفت زيرو القوه زيرو فما كانش موضوع هين على الكل على الأسرة علينا عليك حتى انت ولا طبيعي فالعملية الثانية اللي كنت بنديرها بعد 10 ايام اسبوعين الخليل ما عنديش خيار لازم يخش فتاني يوم خشينا من الامام خشيت تاني يوم بعد من 10 ايام ما قدرش لان لو 10 ايام حيضيع حيمشي فحسيت وهذه مهمة في الاعصاب لازم سرعة الاكشن يعني يعني ايش الاكشن سرعة القرار سرعة القرار والعمل ما تخليش ما تخرج عليه لانك انت بتخش في الجهاز العصبي احنا نقولوا فيش تايم از ماني الوقت فلوس ايه؟ طبعا الغرب كله في الفلوس كله في الدولار ايه؟ لكن تايم از ماني وفعلا يعني باش تتدخل بالذات لما تكون فيه ضعف جلطات وما الى ذلك لازم فيه سرعه القرار وسرعه العمل قرار خليك قرار ثاني يوم تخش ثاني يوم ما فيش لانه حيضيع مني فتحت له من قدام ولو ضاع منا يعني ما درت شيء
المرضى هادم يعني في مجالنا ومجال انت طبيب وانت يعني يفيل جلتي يا بوتي يفيل جلتي لان صحيح. لان احيانا تشعر بانك تصير مشكله مدمن يعني مش ايه بالضبط تصير مشكله تقول يا ريتني ما نسيت المريض صحيح والله احيانا يعني في اي شيء يعني واحده من الحاجات ممكن نضطر نقولها كانوا حاجتين يفيقوا فيا في الليل في الغرب خوفي على الصغار في امريكا نعم ولما يكون عندك مريض تعب صح اوكي صحيح كم ف يا دكتور انا فاهم يعني سبحان الله يعني اول مره نجيب طبيب يتكلم على حاله ويشعر بالحاله هدية فروم انسايد من داخله وحتى ان هي يعني تدمع عيونه يعني فعلا هذه لم تحدث معي اطلاقا لي اكثر من 2012 و2011 وانا اطلع في التلفزيون عمري ما رأيت طبيب فعلا يتكلم على حاله بالاحاسيس هدية بالشعور هدايا فيعني انا مقدر هدايا بارك الله فيك دكتور وهذا انت قعدت ترجع وهذه رساله اللي بنوصلها يعني هي رساله بروحها انت قاعد تترقع انت ما جيتش من بعيد وقلت لا ليبيا ما فيهاش ليبيا صفتها ليبيا نعتها ما نقدرش ايه خلاص خلص صلح الدوله هي بعد ثاني يعني نروح انت قاعد تترقع انت قعدت تجيب في اشياء تمشي الحداد ويدير لك تركسز ويدير لك كذا في الوقت اللي كنت تخدم به في امريكا بانك انت تقول للمريض حطه هو لي فوق التيبل في التياتر وانت ما لكش علاقه بشيء وانا خدمت في امريكا زيك وعشت في امريكا فتره طويله ونعرف انت ما يخصكش في شيء فهذه كل في حد ذاتها يعني رساله في حد ذاتها مسج كملي قصه العيل باش يخشوا في الرساله اللي بعدها خشيت خشينا الثانيه يعني عندي بلان او خطوات بنديرها وبشويه بشويه واحد توكل على ربي وبشويه بشويه مشينا العمليه الثانيه خدت 10 ساعات الحمد لله اللي نبي نديرها درتها واجهتنا بعض الصعوبات اللي هو صغير العظم تاعها احنا زي ما نقولوا طري واحنا نقولوا بالعاميه قروش يعني كارتلج يعني يعني واحده من الحاجات اللي لما بتحط فيه مسمار باش يثبت ما يشدش لانه قاعد رهيف 7 سنوات وللاسف ما عندناش حاجات صغيره نتاع الحجم هذا يعني الليله اللي قبل العمليه كلمت اكثر من شركه شنو عندكم يعني نبي نتوقع اي شيء باش نجهز نفسي اي حاجه ممكن تصير فنبي نتوقع اشياء على سبيل المثال واحده من الحاجات اللي ممكن نديرو نيورو مونيتورينج انتروبريتوري ما فيش شو معناه بالعربي يعني مراقبه العصب النخاع الشوكي اثناء العمليه ما عندناش في حين الحاجات هذه موجوده يعني احنا مثلا ماناش حنخترع حاجه جديده موجوده في السوق يعني الاموال اللي نصرفوا فيها يعني تو انت بنفتح باب كبير الاموال اللي نصرفوا فيها في الصحه والاموال اللي يعني العلاج في الخارج يبنون احسن المستشفيات واحسن الجامعات صحيح. واحسن يعني والله انا ضد العلاج في الخارج بجميع قواي يعني الطب المفروض يجينا لهني يجينا لعندنا نقدر نجيبه سيدهم لبلادنا نجيبه التعليم في مكان اولادنا يتغربوا في برا جامعاتنا هني لكن موضوع كبير اوكي طيب درت العمليه كيف وضع الان مشت كل شيء تمام ما صارش انت قلت لي بكريكا في نقاط في مطبات صارت لنا في الطريق تو نقول لك عليها المطبات اثناء العمليات الضعف قصدك تحكي الضعف اوكي يعني مطبات بعدين تجاوزت هذه المطبات تجاوزتها ومشى كل شيء تمام في العشية هذيك بدا يحرك في ذا اليمين روحت الحوش الله اكبر روحت الحوش مبسوط صارت مشكله في العشية هذيك ان رقدت في جنبه شعورك انت تنقول صارت مشكله ان وهذه مشكله رقدت في جنبه مشكلة طبيبنا كيف انك انت تدير عملية للمريض وتقول تتابع مش لوحة في العناية ولا تلوحة في فرشة القسم ومعاش تتبع اوكي صارت ويترجوا فيك باش تجي بالضبط صارت مشكلة في المساء لان الليلة اليوم اللي قبله 6 ساعات وثاني يوم 10 ساعات صار له شوية اديمة او انتفاخ في الحلق اوكي فصار له ريسبيراتوري ديسترس يعني عنده مشكلة في الاختناق فكلمني والدته كلمتني وانا في المساء في المساء قالت لي راهو كذا كلمنا للمستشفى للاسف انا ما بيش نذكر اسماء
المفروض الشخص هذا يصير له مشكله مستشفى ما فيش بالمدري ميدس يكون جاي وقتي 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 يخش العايس لاي سي وترد بالك ليه لان يعني يستنى فيه بالضبط يعني يقول ترجع في الدكتور باش يجي يعني فاضطريت اني نطلع قريب الساعه 11 ونص في الليل باش نجي باش نقعد نتعارك باش يدخلوه في العايس يعني النقطه اللي مهمه يعني اسرع شيء يقتل الشخص ماهوش رصاصه في الراس ولا لدغة عقرب ولا تلوحة من الجبهة في الوقت المناسب نقص الأكسجين أسرع شيء يقتل الشخص إيه؟ لما يكون الأكسجين صحيح. مش موجود وهذه الكورونا عشان قلت آلاف بالضبط لأن الأكسجين يعني إيه؟ أسرع يعني أسرع قتل لما الأكسجين يضيع كيف وضع العيل الوضع العيل قاعد يتحسن يتحرك في يديه مازال عنده ضعف مازال عنده صعوبة في المشي بروحه إيه؟ مازال ولكن حنكرر نفس الصورة إيه يمشي الحديد نحيتهولة نحيتهولة الحديد درنا صورة ودرنا صورة كيف غدا. شكل الواحد لا هو العوجاج لا أنا غرف من وريك العوجاج كان هكي هو كان بزر. هكي العوجاج صح ولا بزر. حرف يو كيف أصبح؟ لا العوجاج حيقعد هو يعني العوجاج حيقعد حيقعد لكن هذا النخاع إيه؟ لو النخاع توجيه دينك ارسم لي النخاع إيه؟ الشوكي نازل هنا إيه؟ يعني هذه هما ثلاثة فقرات ضاغطين على النخاع الشوكي إيه؟ فاحنا نحينا هذا ما تقدرش قصيتهم نحيتهم بكل نحيت الوسطي اللي على فوق النخاع نحيناه إيه؟ ما تقدرش تجيب ذاك لانك انت اشرحها ترى كيف انت نحيت هذا 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 اوكي إيه؟ خلينا نعاودوها مره ثانيه اوكي إيه؟ هذا الطبيعي ان الفقرات نزلت يعني فيه إيه؟ هذا فقرات إيه؟ هاي فقرات طبيعي إيه؟ إيه؟ هو الفقرات نتاعها صار زي مرسم ثاني زي ما رسمت انت بالضبط إيه؟ الفقرات نتاعها فيه اعوجاج إيه؟ ماشي بالطريقه هذه أيوة. ماشي بالطريقه هذه انت قصيتها هما اوكي واني مشينا نحينا اللي ضغطات على العصب في القناه درت ريليس ريليس نحينا إيه؟ نحينا اللي ضغطات إيه؟ لان النخاع الشوكي نازل هنا اوكي إيه؟ وهذا فيه العظم من الخلف نعم. كانوا معصور معصور النخاع الشوكي نعم. بالكلام العامي إيه؟ ما نقدروش نردوه طبيعي لانك انت لما تجب ده عندنا الشريان الفيرتيبرال ارتري اي صح تجب ده بيسبب تو ماشي مع التشوه الخلقي لما بتجبد قصير حتى هو قصير إيه؟ لما تجبد إيه؟ ممكن خشينا على هذه مواكب التشوه الخلقي دي لابشر يصير لابشر يصير جلطه في الراس مفهوم جيد اذا دكتور يعني الان قاعد يتحسن العين وهذه عمليه نادره هو اصلا اظن يمشي لالمانيا يمشي لك لا ما مشاش تواصلوا مع أكثر من مكان قبل أكثر من مكان كلها ما هيش سهلة يعني أنا هذه ناقشتها حتى مع زملائي في أمريكا إيه؟ يعني في يقول لك أنا مش لي أدون دوت يعني في واحد من زملائي واخد إكسترا تريننج يعني تدريب زيادة في زيادة إيه؟ إيه؟ قال لي راو هذا حيضيع منك أنا في شهر مارس كنت في مصر في القصر العيني مشيت نحضر في حاجات معينة فناقشتها مع دكتور معروف في مصر قال لي يعني درت واحدة زي هذه قبل لكن للأسف حسب كلامه قال لي المريض انفاق شل الرباعي ما ماتش لكن يعني ما هي سهلة يعني أنا مش هنقدر نلوم على أي واحد لو واحد خش على حاجة زي هذه والمريض صارت له مضاعفات للأسف تصير مضاعفة يعني هذه شبيهة بالأورام في قاع دكتور نعم في قاع المضاعفات 100% إيه؟ ما فيش حد يفيق من عملية زي كاي ما يكونش عنده مضاعفات لكن على أمل المضاعفات هذه في 6 أشهر إيه؟ تتحسن شوي لأن احنا درنا العملية باش نشوفوا الأحسن مش الأسوأ بالضبط أوكي. دكتور كنت تشتغل في مارشال يونيفرستي لا خلي لا بعد تفضل سمح عندي سؤال مهم معلش شو تبي تقول انت لا تفضل عندك انا انا لما نرجع للمعاناه بتاع لا جايها معاناه انت كنت في مارشال يونيفرسيتي امورك طيبه دكتور بروفيسور امورك تمام من امريكا عرفتني كيف زي حالتي زي ما يقولوا نعميت جماعه ورجعت ليبيا ايش رجعك ليبيا انت انت بتفتح موضوع قوي هلبه شويه هيك خشيت في الغريق يا دكتور المصري ايه نرجع بيك شويه للتاريخ انا رجعت انت حاولت اكثر من محاور ترجع ليبيا وتولي صح انا رجعت في 2008 وتو رجعت نهائي إيه؟ رجعت نهائي وحتى في إيه؟ 2008 رجعت نهائي جبت إيه؟ الصغار وبعته إيه؟ جبت جوستي
ورضينا بمرتب كان وفي ذلك الوقت زهيد يعني لا يساوي حتى 1% من مرتبك في الملك. لا يعني تعبان حتى 4% يعني تعبان. هذه واحدة من الحاجات اللي مفروض أصحاب القرار يقولها. راهو في معاناة يعني طبيب يكمل عمر في القراية الأطباء جاء وتعطيه 800 دينار شو بيدير بيهم 800 دينار بيتجوز بيهم بيصرف بيهم بيقرأ بيهم يعني واحد في البرلمان ياخذ 16,000 ايه وطيران 24 ساعة وماشيين جايين وما نعرفوش شنو يديروا ما يديروش ما عرفوش طبيب كرس عمره في ولا موظف في النفط ولا في مكان ياخذ 17,000 يعني كيف انا تبي تكره الناس في وطبيب يختم بجنيه بيهجوا كيف يعني في يعني انا عندي نعطيك من الشعر بيت اخر يعني عندي اختي كانت رئيس التمريض في الطبي لما تقاعدت 450 دينار كيف هذا كيف يعني كيف ظلم هذا يعني شو بتسد ال 400 دينار 450 دينار يقول لك الاطباء يقولوا روحوا وتقول له روحوا كيف يعني يا اصحاب القرار هذا ظلم هذا انت الدوله قاعده تسرق في المواطن بيضطر بيسرق الدوله يا دكتور يا ناس فيقوا يا دكتور يا اصحاب القرار فيقوا في فرق كبير جدا بين مصحه تستغل في المريض الليبي وان هي تدله في اشياء زايده وان هي تبتز فيه وفرق بين طبيب جاي بيخدم ليبي عرفتني كيف وما تعطيش حقه الطبيب ماليش علاقه بيه هذه نشرح فيها دائما وابدا يا جماعه الخير الطبيب ماليش علاقه اطلاقا بمصاريف المصحه بالاجراءات اللي يديرها المصحه والتنويم والواحد كذا ياخذ قسط بسيط جدا جدا لا يساوي شيء يعني انت تشوف يقول لك الفاتوره 4,000 الطبيب ما عندهش منهم 200 جنيه راه ما عندهم شيء الطبيب يعني انت لازم نفرقوا ما بين اجر الطبيب وما بين اجر المصحه اجر الطبيب واجر المصحه وتنقول لك قصه هذه كيف انا صارت لي قصه في واحده المصحات وتو نحكيها لك يعني يا سيدي قصه هذه انا رقدت مريض في العنايه رقدتها حوالي 5 أيام 6 أيام باي مم قالوا له شرى مبلغ وقدره 6,000 دينار قالوا له جاني لما طلع اموره طيبه وسلام عليه طلعناه من حموضه طلعناه من كذا اموره طيبه وسلام هو طالع في الممر قلت لي بوها ولدك ما شاء الله تبارك منا سكر مع جدير كذا قال لي والله يا دكتور بارك الله فيك لكن ذبحتني يا دكتور قلت له كيف قال ذبحتوني يا دكتور قال 6,000 جنيه قلت تعال جاي ركبت بي انا والحسابات قلت له قول لي انا قديش خذيت بال 6,000 جنيه 250 دينار والباقي كله اجر مصحه قاعد يسب فيه بصفتكم يا نعتكم الدكتور اللي دار كل شيء اللي جاب واللي خدم واللي رقد واللي عالج واللي وقف على المريض واللي اعطى الاوردر واللي قال خذ الدواوات واللي قال كل شيء الاجر نتاعه لا يساوي 10% من التوتال كوست فهذه لازم يفرق المواطن الليبي لازم يعرف يفرق بين الطبيب شيء والمواطن شيء في طبيب ما عندهش ذمه ما عندهش اخلاق وهذا في كل مكان في العالم موجوده ما عندهش يبتز في الناس قاعد يعني عرفت كيف يبتز فيهم ماديا هذا شيء اخر سألتني ليش رجعت أني يرجع بي الزمان في 2008 رجعت نهائي وكنت نتحاور مع زوز من زملائنا الأطباء في كانت في كان الكلام هذا في طرابلس الطبي اثنين من الأطباء واحد مش هنذكر اسمه لأنه وكان جالس معنا أبو بكر القدافي الله يذكره بالخير الطبيب الدفعة اللي قبلي فسألني الطبيب الآخر قال لي ليش رجعت من أمريكا أنت قلت له نبي صغاري يتربوا مع أعمامهم وإخوالهم يتعلموا دينهم يعرفوا إحنا من وين جايين هذي يروح بي فقال لي قال لي بمعنى أنت شين تحسبني درويش بتضحك علينا يعني ما مش الناس مش مستوعبة إنه معشوش غادي مش مستوعب حسابه يعني أني جاي يعني شيء ونفس الشيء شفنا إحنا نفس الشيء يتكرر في 17 فبراير لما انشديت والأمن الداخلي في بوسليم ورجلي معلقاتهم يضرب للعلم دكتور رضا تم القبض عليه للأسف في 17 فبراير في جدابية صح جدابية مستشفى في جدابية يعالج في الجرحى واحد وكذا وقعدوا الحمد لله طلع لنا حي هو باي ما في حد عمر جديد ما في حد يغادر قبل وقت نعم استرسل حلو الحديث معك في نفس في الامن الداخلي يعني يقول لي انت شكون بعتك شكون بعتني تبلادي ونعرف النظام شن بيدير والشراره هذه اللي صارت يعني برغم انه يعني
أشياء كثيرة ما حدث من تبعات ما تبعات إحنا طلعنا الظلم، لكن للأسف الظلم ما زال موجود، لكن هذا مش موضوعنا. لكن إيه؟ إحنا إحنا يعني قررت نفسي أنا طلعت من أمريكا يوم 24 فبراير إيه؟ كانت 17 فبراير 24 فبراير ركبت طيارة مشيت لمصر وخرجت للجبهة من عن طريق بغاز اللي في قرارة نفسي الشرارة اللي اندارت ما تموتش بجميع مش لازم تموت الشرارة اللي انت في ناس أنا متأكد إنه ممكن ما يوافقنيش في الرأي حرية شخصية، لكن أنا الظلم اللي صار في مفات التراكمات الظلم 42 سنة نفس بالأسباب اللي شفناها. على فكرة على أن نزيد نقطة، كثير من الناس يقولك 17 فبراير، بالعكس وحتى القدافي لو مات في سريره نتيجة مرض اللي نشوفه فيه اليوم حيصير لأنه ما رباش صحيح ما بناش. طيب دكتور يعني احنا الان الحديث يسوقنا الى المعاناه، انت قلتي بتكلم نرجع الى حجم المعاناه اللي يعانيها المريض الليبي في ليبيا. كم سنة نعطيك المثل هذا يعني تقدر, تقدر تكلمني عن المعاناه واسبابها؟ هل هو مش موضوع مش حسد لكن نبدو حلقات لكن نعطيك نبدو ايه؟ على سبيل المثال بغيت يعني غيت صار تاخير في التشخيص تاخير يعني كان ممكن ينفاق له قبل. يعني ننصح زملائي الأطباء لما بيجيك شخص مشكلة بمشكلة معينة تشبه المريض ككل، للأسف يعني في السنين الأخيرة احنا في وقتنا لما خشينا كلية طب كنا 120 طالب توا بال5000 يعني ما فيش مكان 5000 والطالب يخش ياخذ 10 سنين باش يتخرج. احنا سنة خامسة طب جراحة وباطنة واطفال قداش ناخذوا فيهم في سنه؟ تاخذ الشيخ فيهم طالب تو 3 سنوات، الجراحه تاخذ سنه والباطنه تاخذ سنه والاطفال تاخذ سنه. ولدي قعد في نساء ولاده سنه كامله باش امتحنوهم، راهو ممتاز الولد راه ما شاء الله عليه وينجح بامتياز، لكن باش حصل فرصه انت يمتحن في الماده نتاعها نتيجه الفوضى اللي صارت. عرفت كيف؟ فالقصه قصه. فهل فعلا احنا لما جامعه طرابلس تستقبل 5000 طالب، هل فعلا عندنا الامكانيات ان نطلعوهم اطباء بامتياز مش هيك كسار يعني بننتهوا بعدين؟ وسامحوني في الكلمه يعني هذا يعني هذا مش في حق الطبيب، لازم نعطوهم فرصه التدريب فترس التدريب وتعطي يعني صحيح. يعني من ناحيه من البيد سايد تيتشنج يعني التدريب تدريب على المريض سريري إيه؟ لكن مستحيل تقدر بالكمبيوتر تو بالكمبيوتر كلها بالكمبيوتر يعني اول مره نعرف ان في طرابلس ما يشوفوش طالب الطب ياخذ في دروس خصوصيه. والله مهزله إيه؟ معقوله ودورات على دورات يعني معقوله طالب الطب ياخذ دروس خصوصيه في إيه؟ اماكن اخرى إيه؟ ويدفع فلوس في كل مواد في بلد زي ليبيا اللي احنا 6 مليون بجميع الامكانيات اللي احنا 8 مليون يا سيدي احنا افرض 8 مليون نرجع الموضوع نعم. في معاناة يعني معاناة يعني الطبيب المفروض يعطي وقت للمريض يعني باش تشوف 50 و60 مريض في اليوم قديش بتعطيه المريض؟ نشوف 120 مريض دكتور لا اله الا الله ايه فمش عارف هذه حاجه. الشيء الثاني المعاناة يعني للاسف المستشفيات الحكوميه ظروفها صعبه لعدة أسباب. المريض بيضطر بيمشي للخاص، الخاص بيطلب عليه مبلغ ما فيش توازن ما بين مرتب الفرد واللي يطلبوه. يعني مثلا لما أنا كنت طالب طب زمان لما تخرجنا ناخذ تقريبا 170 أو نقوله حتى أنا ما خدمتش طلعت طول 1500 أنا ما خدمتش طلعت طول لا حتى طلعت طول ما خدمتش في الدولة بكل إيه قداش نبي باش نلقط 10000 10000 هذه يمشوا في رمشة عين في أول عملية زايدة صحيح. يعني كيف المريض حيقدر يقاوم المصاريف هذه؟ أنت تعرف يعني الدولة لازم تفيق في يعني نقطة غايبة عليك. المفروض ما فيش في ليبيا قطاع خاص لأن الكونستيتيوشنز بتاع ليبيا أو الوضع الليبي زي كندا وبريطانيا بالضبط. الصحة المواطن الليبي يفترض أن يعني يتطبب أو عرفني كيف يعالج على حساب الدولة بالمجان إذا رفض العلاج في الدولة عرفتني يمشي للقطاع الخاص. إذا كان رفض العلاج الدولة أو يستنى العملية دور متاعها طويل زي ما في بريطانيا وزي ما في كندا
ولهذا العلاج في ليبيا يفترض انها على حساب الدولة، يعني يفترض حتى المصحات الخاصة تخلصها الدولة على المواطن لما يتعذر. انت الان في المستشفى العام يا رضا، المستشفى العام انت تمشي تجيب الخيط وتجيب حتى من وجبة الاطباء احيانا تجيبها انت تسخف عليهم، لان وجبة الاطباء تسخف. انت كان تشوف وجبة الاطباء اللي يجيبوا لهم فيها، والله العظيم ما بيش نتكلم كلام تاني. يعني ناس يعني في ناس في ناس مش عيب انك انت ما قريتش، في ناس ما قريتش ما عندهاش شهادة ابتدائية تخدم في مكان في عمل، يجيبوا لهم في وجبات والله العظيم وياكلوا فيهم في الشوارع والله العظيم خير من وجبة الطبيب مليون ألف مرة. باهي وجبة الطبيب تشوف، إذا الطبيب يعاني في ليبيا في معاناة، في معاناة، في معاناة بجميع يعني يعني تو موضوع الصحة. أنا في قرارة نفسي، أنا لما روحت في 2008 كنت ضد العيادة، مش ضد، أنا هذه حرية شخصية، بيدير عيادة خاصة حر، أنا نحترم حريته، لكن أنا في ذلك وقت كان قناعاتي ما اشتغلتش في الخاص، اشتغلت في العام فقط. لكن اليوم يعني جيت بعد الثورة، جيت لمستشفى السبيعة، شفت احنا الآن للأسف نقول لك المستشفيات الصحة هذا رأيي، والله لو حطينا فيه مال قارون لن تقف على رجلها. علاش؟ لأن للأسف ما عندناش الشخص اللي خاف على رزق بلده. يعني اليوم عايشين في الكونسبت الحلال ما حل بين يديك والحرام ما حرمت منه. هذا الكمبيوتر هذا أنا حاط عليه هدي، هذا ملكي. الكاميرا اللي غادي بعيد علي ما قدرش ناخذها، هذيك أحرام. طيب دكتور نعم، الفلوس اللي يصرفوا فيها في الصحة يجب أن ترجع للمواطن يشربها ضمان صحي، وتتسكر يباع كل الخاص العام والرقابة على الخاص. تكلمنا الرقابة العامة الدولة والرقابة الخاصة، زي ما تقول بوليس يشتغل مع الشرطة مع الدولة وبوليس خاص. جبت يا دكتور، جبت طلال عجاج، دكتور طلال عجاج مسؤول التأمينات على مستوى ليبيا كله، وتكلم في هذا الموضوع وتكلم حتى بحلول كيف الدولة تشري تأمين للمواطنين وتجعل المواطن يعالج وين ما يبي هو، زي ما يبي هو بمبلغ معين، زي ما في أمريكا بالضبط، يشري لك العمل متاعك، وزارة الكهرباء اللي يهتم في الكهرباء، الكهرباء تشري له، واللي في النفط في النفط تشري له، واللي في مستشفى الطبي تشري له المستشفى الطبي، واللي في مستشفى المسرة تشري له المسرة، واللي في مستشفى الأخوة تشري له الأخوة، وهكذا، واللي في المحلات، واللي في الدكاكين، واللي في الشركات، اللي في شركة الطيران، اللي في كذا، يشري بوليسي لمرضى للناس اللي المواطنين متاعه اللي يشتغلوا معه. بالطريقة دي تكون في تأمين صحي في على مستوى ليبيا كله. لكن احنا مشكلتنا وين؟ احنا مشكلتنا ان احنا عندنا الممول وعندنا البروفايدر، عرفتني كيف، وعندنا مقدم الصحة وعندنا الحوكمة اللي حاكم. هذا يفترض مقصورين، تو في أمريكا اللي حاكم يختلف على اللي يقدم في البروفايدر، يخدم عليه شو اسمه، على الصحة نفسها في حد ذاتها، يعني الممول واللي يحاكم واللي يقدم، هذوما الثلاثة صاحبهم واحد في ليبيا، هي وزارة الصحة والدولة ووزارة يعني اسم وزارة. كلام سليم، يعني لازم يكون لما تدخل خمسة باش تلقى من يحاكم انت. لما تدخل 5000 طالب قبل ما تدخلهم لازم تدير برنامج لما يتخرجوا يكون ليه؟ عندهم وظائف. نعم، مش يقعدوا في الشارع ما عندهمش وظائف، ما فيش تعيينات، وحتى في عملية التدريب ما فيش خطة. يعني الطبيب يبقى 10 و15 سنة طبيب عام. صحيح صحيح، ما فيش، يعني كيف هذا ما يجيش؟ وبعدين تلوم على الناس اللي يحرقوا للغرب. صح، هذا اللي يطلع راه مش حيرجع لك. طيب، يعني انت خسرت عليه ماكلته وشرابه وتطعيمه ومدرسه، وصلنا وبعدين يفلت منك وما عادش يرجع لك. عندي واحد ثاني، يعني هدايا، هذا واحد من المرضى، هذا منير من مصراته، حتى الوليد هذا يتواصل معي لفتره طويله، حتى الوليد عندي كاب والله وبنعرض عليك فعلا، اني هذا الوليد باهي، الوليد بنعرض عليك وبنقول لك ان هذا الوليد فعلا يبدو لي انه اصيب في الحرب، وإنه هو قاعد الآن يعني disabled، يعني عرفني كيف، يعني مقعد. وكلمتني وزارة الصحة زمان، وزير الصحة كلمته رئيس وزراء كلمتهم كلهم عليها، ولكن دون جدوى. وانت قلت نفس الكلام، وأنا هذا الكلام موجه لمنير الآن يسمع فيه، أنا بعثت رسالة، هو توه بعثت رسالة تكلم فيه. منير تقدر تعالج في ليبيا أنت، عرفني كيف، تقدر تعالج في ليبيا دون الحاجة أنك تذهب لخارج ليبيا. لو توفرت
الإمكانيات اللي وفرناها للطبيب الليبي إنه يعالجك. إحنا أصلاً ثقافة إن نبعت ناس يعالجوا برا وثقافة اللي يوجع صبعه يطلع يعالج برا، عرفتني كيف؟ يفترض أن تعالج هي الأولى، تعالج الأولى. كيف تعالج؟ بخلق جسم صحي سليم في ليبيا، بفصل الحوكمة والبروفايدرز اللي هو ممول خدمة والممول والمقدم الخدمة. لكن إحنا بالطريقة دي دكتور قاعدين ندوروا عشان أفول، قاعدين في نفس اللوزة المرة ندوروا فيها، فهمني كيف؟ زي ندور في لوزة مرة. يعني في رأيك أنت دكتور، يعني ما هي الأشياء اللي هي يجب أن نبدو بها الآن توا؟ الأولويات تكلمنا على الجامعة، تكلمنا على التدريس، تكلمنا على التعليم الطبي في ليبيا. في عدة جوانب، يعني الصحة، أنا في رأيي الصحة في حاليا في ليبيا، ليبيا ما تحتاجنيش أني كجراح أعصاب، ما تحتاجش حسن المقهور كطبيب قلب، ما تحتاجش تجميل. احنا عندنا الأساسيات ما عندناش، يعني قبل ما تبني الحاجات الكبيرة لازم يكون عندنا الحاجات الصغيرة. صحيح. نبو طبيب عام، طبيب أطفال، ممرضة، هادم الأساس. لما احنا يكون عندنا الحاجات الكبيرة لكن المريض يجيك في المستشفى ما عندهاش تمريض صفر، ما عندهاش شيء، مش درنا. انت عندك مبنى كبير ل 1200 الطبي، مبنى ضخم، هذا 1200 بيت، يعني لربما في بعض، يعني لو رقمناهم في افريقيا ممكن يعطيك حتى ربع ما يخدموش. لكن ما هوش، انت الاساسيات ما عندناش. يعني تو الطب في ليبيا انا اعتقد في رايي المهم نسيطروا على السكر، نسيطروا على الضغط، نشجع الناس يبطلوا الدخان، السمنه، النظافه، وماكلة الحرام. هذا من ستة أشياء سبب تدهور كلهم الأخيرة. يعني طيب دكتور، أنا يعني لما نتكلموا على يعني أن إحنا محتاجين إلى، إحنا محتاجين في كل التخصصات يعني بلا شك، ليبيا بلا شك، لكن إحنا محتاجين تثقيف المريض في حد ذاته، تثقيف المريض عبر وسائل التثقيف المختلفة، التثقيف الصحي، التثقيف الطبي. يعني نحن محتاج الى وزاره للتثقيف الصحي، والله انا وحده اكيد وزاره، اكيد والله في دول فيهم وزاره، وزاره اللي يعرفوا كم يعاني الصحه في ليبيا، كم تصرف من مليارات في الفاضي على مرضى السكر، على مرضى الضغط، على مرض القلب، الشرير والاورده، غسيل كلوي نتيجه مضاعفات السكري، نتيجه كذا. وعنين هذا تخصصي ونعرف وغايص فيه غطسه كبيره. يا دكتور احنا نحتاج الى وزاره للتثقيف الصحي، وزير جيبه بروحه اسمه وزير التثقيف الصحي، مدير جسم، مدير اعلام، مدير كذا، مدير كذا، مش اداره صغيره في وزاره الصحه، عرفتني كيف؟ لا تسمي ولا تغني من جوع. اكيد اكيد يعني بلا شك، يعني وفي مسؤوليه على المريض كذلك. يعني المريض لازم يقرا، يعني مرات نلوم على مريض او مريضه متعلمه مدرسه في تخصصات مختلفة. صحيح. وما عمرهاش قرت على المرض نتاعها. يعني احنا أمة اقرأ التي لا تقرأ. صحيح. يعني لازم الشخص يقرأ. يعني عندك مرض ومتلازم معاك كم سنة، افتح الكتاب اقرأ على مرضك. صحيح. شن عندك وشن توقعاتك. الشيء تاني نشبح فيه يعني تضيع وقت وتضيع فلوس. المريض الليبي يمشي لي أكثر من واحد لربما نتيجة عدم الثقة. صحيح. يمشي لي شيء نفس الشيء، نحن نعاني من فقدان الثقة من المريض الطبيب أكثر من طبيب، وبعدين تونس، وبعدين تركيا، وبعدين الأردن. يعني تقعد في دوامة. أنا ننصح إن الطبيب اللي سمعته كويسة وانت تتريح له تلصق فيه، قال لك يا ولادي ولا يا ابنيتي راني والله ما عادش عندي لك حل، توكل على ربي. لكن عمليه تضييع الوقت هذه دكتور، احنا لعل ان لنا لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى نتكلم فيها، وخاصه في محور التعليم الطبي. نحن لسنا بحاجه ان نبعث ابنائنا ان يتعلموا برا، الا كان احنا خلقنا عندنا البورد الليبي ممتاز، غير يبي شويه زي ما قال مهدي الخماس، دكتور مهدي الخماس الله يذكره بالخير، يذكره بالخير. ودائما هو قديش نحتاج للمهدي الخماس، قديش تحتاج ليبيا المهدي الخماس، قديش فكره النير، كيف طريقه تفكيره، الاتيتيود، البروش نتاعها، كيف يتكلم عن الناس، كيف يتكلم في مواضيع، قديش تحتاج كمستشار في ليبيا، فهمني كيف؟
فزي ما قال، قال احنا نحتاج البورد ونحتاج التعليم الطبي، غير نحتاج لقاعده سليمه نبنيها. يعني اليوم كنت في امتحانات، يعني نمتحن كنت، يعني كطبيب كاستاذ ممتحن، يعني في الدبلومه، دبلومه تخصصيه في مرض السكر، وهو تفريغ اطباء سكري زي ما كنت تتكلم بالضبط. اطباء سكري في وين؟ في المدن اللي هي ما فيش فيها اطباء، في الزنتان، في الرجبان، في جادو، في نالوت، في زليطن، في الخمس، في اجدابيا، طبرق، ونديرهم في دبلومه، ياخذوا الدبلومه ودبلومه يرجعوا مستوى اطباء عالي جدا جدا جدا. والله العظيم قعدت ندور في حد معطيه درجه مش كويسه اليوم باي، لين جتني الماستر بتاع الدكتوره مال الله يذكرها بالخير، شافتني قالت انت حنين هلبك، والله ما حنين، هادو الطلبه بتاعك مستواهم رائع، لانك قدمت لهم انت ماده رائعه، قريتهم صح ووريتهم صح وعلمتهم صح، اعطوك صح في الامتحان. ولهذا احنا التعليم والله ما هو صعب، ان نعلموا ابنائنا، نوروهم، نوعوهم، اهم شيء نشد لرجله في ليبيا يا جماعة الخير. حتى الصغار اللي يقروا في سنة خمسة طب تو كلهم عندهم طموح، اللي ببريطانيا وبالمانيا وبكندا وبكذا، ما عادش تشوفها بكل جزء حتى كبير. حتى 5000 يتكلم عليهم انت راه جزء كبير، جزء كبير احتمال ما عادش يرجع لك بالظروف اللي نشبحوا فيها هذه. كبير كبير يعني يعني تقريه وتعلمه لا وما تلوماش وما تلوماش. يعني نذكر نذكر جانا اللي مازال انا عندنا دقيقة، يعني دقيقة حاجتين. انت ممكن تكلم وزارة الثقافة للصحية، نبو وزارة المغتربين، الناس الليبيين اللي خارج ليبيا، نخلوا جسر حتى ما رجعش نتعامل معاهم، نتعامل معاهم، نساعدهم، نساعدهم، يحسوا حد حاس بهم، يحاس بهم، نشجعه انه يرجع. لو ما رجعش هو يرجع صغاره. صحيح، هذا مهم جدا. دكتور احنا عندنا عده محاور اخرى ان شاء الله ناجلها باذن الله لحلقه قادمه باذن الله، لعل يكون السبت القادم ان شاء الله، لان بصراحه المواضيع مهمه جدا والحديث معك لا يمل، والاستفاده منك كبيره جدا. وانا متاكد 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 جدا ان هذه الحلقه اليوم حتترك طباع كبير جدا عند المشاهدين بتاعنا، وان فعلا سمعوا كلام طاهر من القلب، لأن أول مرة أجيب طبيب يبكي على مريضانية. هذه ما عندناش، هذه في ليبيا كاد قريب نسيناها احنا، قريب عشان نذكروها. ولهذا بارك الله فيك، الحلقة الجاية تكلموا عن التعليم الطبي، تكلموا عن محاور أخرى تبي تتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. فلا يسعني إلا طبعا ما نبيش نعطي كلمة أخيرة لي، لأن ما فيش كلمة أخيرة، ما زالت اللقاءات مفتوحة إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور، بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لكم أيضا أخوتي المشاهدين على هذه المتابعة الطيبة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.